وفي الصحيح عن أبي هريرة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين الحديث. وقوله أو كلمة هذا فيه دليل على أن الجملة يطلق عليها كلمة، وذلك لأن الكلمة التي قبل هذه قال يا معشر قريش، ومعشر قريش هذه أكثر من كلمة، فلما قال أو كلمة نحوها دل على أن الكلام المجموع المفيد ولو كان أكثر من كلمة أو كلمتين يطلق عليه كلمة، فهذا جائز في عرف أهل اللغة، وجاء به القرآن، قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة، يعني ما ذكره كلمة. وقال تعالى وأنذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ماذا قال؟ قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.